بسم الله الرحمن الرحيم سودو ودا خيارتا يا صاحب ودا هودا نغلا سعدو ميل كستي او اد شوكتان دولاد كم مغالا دا لاسعانو دقال كم مدادا لبدا بلودا كسعدا اونا دحيا عيدا مدا حقو ديركا اي جماهير تا اس اس سي ايو مليشيات كديقي عب موسى بيحي عبدي او اي قرب تاقني دولادا دالكاسي جبوتي ايا هاتن دولادا جبوتي وحا ايقو انساتايا إن أي سر رسمي الدقال كاسي وغو بيرتو كدب مركي هوبكا ساند يوليبا أقب يدي ملتري أي كتاق إيريسي ملايشيات كديقي عب موسى بيحي عبدي أي واح قول أكاقسو ديل ميواين تيدها هوري الدقال كا دولاد دل كا تشبوتي هرانتي بيشن أما اللبادي بيشن وحا سر رسمي أي حد كا وغسو تلابي سي كولونيو جديدة أو حمبارسن نوعية كلا دوان أهوبكا يوليبا عطبية كترسن إلى مدى ملتريجا إدال كتشبوتي كواسي أو لحدي بشن إسكحادريي دمامبا تيدا هوري إدال كدولات كمجالا دالاس عانود إي حرونتا غوبل كاسول سيدا كمو قتبا وها جديد كا حمولكا أو لا يلبي يطبن جاريا أي قيب كأحاين عيدا مضا إيا وليبا هبكا إيا ساند دولادا جبوتي أي سوغلسي قداها دالكا سوماليا كواسي أو قيب كنقونا إيا تاقيرا دا أي دولادا جبوتي لقرب تاقانتا هاي مليشيات كاديقي عب موسى بيحي عبدي عيدا مضا دولادا جبوتي إيا وها تن قيبتا كنقضا إيا دقال كدولاد كم مقالا دا لاس عانود أيا وحا أي سوغجران ciidan mada lugta ama ciidanka militariga ee dhinaca lugta oo ku jooga gaadiidka dagaalka iyo ciidamada cirka waxana maalin ka hor la arkay ciidamada dalkaasi Djibouti diyaaradaha ay leeyihiin oo lagu soo daayay hawada magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ilaa saddex kamida diyaaradahaasi ay ciidamada dalka Djibouti isticmaalayeen ayaana lagu soo riday dulaadka iyo gudaha magaalada Lascaanood kadib markii ay toogteen ciidamada xaq u dirirka ah ee jamaahiirta SSC sida ay ku waramayaan xoga sirdoon oo nala wadaagay warbixintani waxa ciidamada dalka Djibouti ay ku sugan yihiin ilaa iyo saddex kamida jiidaha dagaalka gaar ahaan jiida galbeed ee ay horay ugu dagaalamayeen ciidamada xaq u dirirka ah iyo waliba ciidanka ملايشيات كاه ايديقيا عب موسى بيحي عبدي ياسيدو كلي آقا مراقا يوليبا آقا بري هالكاسيه او عيدا مادا دالكا Djibouti اي كوبيرين دغدغاقيادا ملاتري اي كردان كا شعب كا كودقان غوبل كاسول غراهان مغالادا لاسعانود اي حارونتا غوبل كاسي عيدا مادا دالكا Djibouti اي هاتن tiradooda da, waxa kasoo baxaya warar kala duwan waxa horay naloogu xaqiijiyay in ciidan gaaraya ilaa iyo 300 oo ku jooga sagaal kamida gaadiidka dagaalka ee gaashaamana in ay ku biireen ciidamada maamulka Soomaaliland ee horay ugu sugnaa jiidaha kala duwan ee duleedka magaalada Lascaanood dagaalka ka socda waxaase warar kale oo soo kordhay ay sheegayaan in ay ciidamada dalka Djibouti gaarayaan ilaa iyo 800 oo askari horey waxa ugu sugnaaba la yiri 200 dibna waxa ka soo galay amaba kaga soo biiray dagaalka ilaa 600 oo ciidamo cusub kuwaasi oo si rasmi ah qayb uga noqonaya gunufka dagaal ee maleeshiyaadka dhigay Cabdi Muuse Biixi Cabdi ay mar kale ku doonayaan in ay wax uun horumar kaga sameeyaan furimaha iyo goobaha hore ee dagaalka ملاشيات كديقي عب موسى بيحي عبدي اياد دادان لبادان ايو وليبا اسكو دايو قلوف آن وحبال لور ريبان او اي كو قادان عيدا مدا حقو دير كدامان با وحا اي كلا كل من قول در روين واوين وحانا اي كو اين دامان با دقال لدا قاراهان دقال كيو قدن بي اي كو دا الا اي اللبادي بشان كسو داي چيداها كلا دوان اي دولاد كان مغالا دا لاس عانود ملاشيات كي او قبادنا ايا سلو كري
هوب يوليبا قاديد دقال واي كفرتين عيدا مضا حق ديركا جماهير تا اس اس سي كاقب قلكا يوليبا كاقب قادا شدا عيدا مضا دالكا جبوت دقال كدولات كان مقالة اللاس عانود ايا واحا وكاديغا ياد دقال كاسي ميد قبيا هنبا حدود كتلاباي واي كلو لما يان قوة دششي يو عيدا مضا حق ديركا جماهير تا اس اس سي كواسي او سوتي داو قبطي دم مانبا اسكو دايادا يدام عي مليشيات كديقي عب موسى بيحي عبدي ولا عاقو قبضانه اللقا قبو دقال كاني ايا واحاو يهي ان اي كوسو بيران دلال ايواليبا حوغش شاية او كبر بردقال لما عيدا مدا حقو ديركا اي جماهير تا اس اس سي واحانا حالد دون مركاسي اي نغنيسا مد اي كلو لما يان اما كوهر دم يان ومدش شيء ما دام أي دولة تشبوتي هاتن يدو إبا فورتي سر رسمي أنا أي أوبيرتي دقال كاسي دقال كني أو إن مدة أبا سوتشي تمي أيان لوغين وحا أي كوسو كورين دونان إذا مضى الدل كاسي تشبوتي يبو هاتن سر رسمي أوغاقب قادنا يا برسي خبر هذا إيو فلنقيا ياشار ما من التريقة ايا وحا اي امي سيهين اما باه اي كدو ديان انان اي تشيرين هبا يراتي وح اي كب الدالي دونان قوباها الدقال كعيدة مدى دالك تشبوتي وحنا اي تساليال اسو قادنا يان اقوانتا اما خبرات دو دار دينا عاد دقال كا ايا سيدو كلي كرتدا اي عيدان هان ليهين عيدة مدى دالك تشبوتي كواسي او هوري أوغو فاشل ماي غوبة كلا دوانة أو أي إسكاغوه ريما دين ملايشياد كا جبهاد دال لغو مغا عابا فروض يواليبا عيدا مادا دال كا إريتريا كواسي أو أي إسكا عابين وايان عيدا مادا دال كا جبوتي إنكستاو جبوتي أي تاهي دولة دير عيدا مادا يدونا أي آد او كوبان يهين أيا حدنا تلابادا وقاداي إسماعيل عمر جيلي وحا أي موچينيسا دادالك او أوغو تشيرو إن أي مقالادا اللاس عانو ديب اوغوسو نقوتو غاعان تا ديگي عاب موسى بيح عبدي او مدلا بابلود ها تان لغا چوغو اي كفر مروچيين عيدا مدا حقو ديركا اه جماهير تا اس اس سي دولاد دا فدرالكا اه دالكا سوماليا او يادو اه مدى شرعيا لو اقوانسايا اي قودهان با ان اي ماموشو اما با متشو قودهان با حدودها دالكا سوماليا ايا اه يادو انا هبايرا تا اي كهدلين لمانا فيلايو ان اي كهدشو ما داما او مدحويني حسن شيخ محمود قاعنصار صاحب تنمالالي يهي ما مراها دل كاسي جبوتي اسماعيل عمر قيلة كاسي او كارين مقلة كاقاتي ان او حسن شيخ مركلا نغضو مدحويناها الدولاد فدرالكا اه دل كاسو ماليا لباتو ينكا كجرة قداهان با قبل كسول اي كوهيان ملايشيات كديقي عب موسى بيحي عبدي يعني إذا مضى دالكا سي تشبوتي أيا هوري دولادة دالكا سوماليا وحا أي أشيك تاي إن أي دهدهات كتاي وحانا اللبادة دينا عي أوغو باغضي إن أي إس حاكميان أو ميس كودا حاجوتكا ليسوي مادو تاسي أو قبيا هم بماشا كساريسا دارتي مدحوينة حسن شيخ محمود اللو داري إن أو يهي مدحوينة دولادة فدرالكا أه دالكا سوماليا xilligani oo ay u muuqdaan wax waliba inay faraha ka baxeen ayaa dawladda Soomaaliya ay ka gaabsatay guud ahaanba faragelinta qaawan ee dawladda Djibouti ay ciidamada iyo hubka iyo sanada ugu soo daldalayso qayb ka mid ah dalka Soomaaliya iyada oo garab taagan isla qayb ka mid ah maamulada ka jira dalka Soomaaliya sida ay ku waramayaan إلها سردون أي حكتن إن لو ذاقي عيدا مدى دالك تشبوتي وحا أي استعماليا ديارة ده اللو يقان ندرون اسكا آن إياق واحد دقينين لكن واح بساسا إيا سلو كالي هوبكا علوس قاليدكو وچيدو غارهان قرياها اللو يقان مدى فيع ده ديارة ده أيا سلا حكتا أنو هلي أي شيء يسو وحا أي وودو ليهن إن لغو حيرو bambooyin yar yar kadibna ay isku qarxiyaan ama ba lagu dhufto goob la doonayo markaas in lagu qarxiyo waana farsamada iyo waliba agabka
ay haatan dawladda Jabuuti ku soo biirisay jiidda hore ee dagaalka dureedka magaalada Lascaanood muddo ka socday ciidamada xaq u dirirka ee jamaahiirta SSC iyo guud ahaanba shacab weynaha ku dhaqan gobolada SSC ayaa iyaguna dhinacooda guntiga dhuujistay isuna diyaariyay sidii ay u beenin lahaayeen damaca dawladaha dalkaasi ee Jabuuti iyo xulafadeeda iyo sidoo kale maamulka dhigi Cabmuuse Biixi Cabdi kuwaasi oo isu soo baahaystay haatan in ay isdhex taagaan magaalada Lascaanood ama wax uun horumara ay ka sameeyaan jiidaha dagaalka oo horay ay ciidamada xaq u dirirka ahi ugu dacareeyeen. Akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda warbixintani sirdoon ee koobnayd ee ku saabsan duulaanka qaawan ee dawladda Jabuuti ay ku soo qaaday gobolka Sool ama guud ahaanba SSC. Intaas ayaan ku soo afjaraya tan iyo inta aan isugu imaanayno wararka iyo warbixinada xiga. Waa Galla Xasan oo idin leh fi amaanillaah.